السلام عليكم، ازيك يا استاذ علي؟ انا دلوقتي هحاول اشرح التعديلات على النت على طول احسن من ان انا اقعد اكتب، عشان في تفاصيل كتيرة قوي عاوز اوضحها مش عارف اكتبها بصراحة. فمقدمة سريعة كده، هقسم الموقع لثلاث اجزاء: الجزء الاولاني اللي هو اللي فوق الفلتر، الجزء الثاني اللي هو الفلتر، الجزء الثالث اللي هو الجسم الموقع نفسه. هبتدي التعديل في الجزء الاولاني اللي هو فوق. اول حاجه الاعلان. الاعلان كده شكله مش حلو. ليه؟ لان نهايه الاعلان من هنا كده مش مع نهايه الترس والاشعار اللي هو بتاع السماعه دي واللوجو، فالمفترض يكون النهايه واحده والبدايه تكون واحده برضه. فالاعلان يكون شكله مع ماشي مع بداية مع بداية من هنا كده، بداية اللوجو ونهايته من حيث الارتفاع يعني، وهيكون برضو يكون من بداية هنا أعلى الصورة للصورة. ده بالنسبة للوجو. فاللوجو هنا أقصد بالنسبة للإعلان. فبالنسبة للإعلان هنا الارتفاع بتاعه مش مظبوط، المفروض يكون بارتفاع اللوجو وارتفاع الصورة مع الترس والاشعار ده. دي بالنسبة للصورة، الصورة اللي هي بتاعت الاعلان. طب بالنسبة التعديل اللي بعد كده، بالنسبة للصورة نفسها، الصورة نفسها شكلها مستطيل وده مش مطلوب. احنا عاوز الصورة بالشكل اللي هو الدائري، يعني لو انا دخلت هنا على الصفحة الرئيسية لقيت في بوستات، ايوه زي كده، زي الصورة دي كده، الصورة دي كده دائرية. وهنا انا عندي انا الصورة بتاعتي عشان انا ضايف الصورة ديت فجت بالشكل المربع لان الصورة كده، فالوضع ده مش عاوزه ايه في الحتة دي كده، انا عاوزها تكون دائرية بالشكل ده، ويفضل تكون الدائرة صغيرة عن كده كمان، ما تكونش كبيرة يعني. يعني ايه الدائرة دي كده؟ محيط بتاعها حاسس ان هو بيضاوي شوية، يعني لو بصيت من هنا لهنا من هتكون اقل من هنا لهنا، فحاسس ان هي مش دايرة يعني، هي هو شكل بيضاوي، ويفضل تكون شكل دائري وتكون الدايره اصغر شويه من كده. فبالنسبه للحته دي كده. طيب الحاجه اللي بعد كده بالنسبه للترس. الترس فيه حاجات مش موجوده فيه. روح الموقع في الترس ده عشان اعرف اتحرك، سواء انا مؤدي خدمه او مستخدم عادي. لازم اعرف ادير اتحرك من الموقع من مكان واحد صغير وهو الترس. فالترس هنا هو روح الموقع. المفترض لما انا افتح هنا الترس الاقي حاجه اسمها الصفحه الشخصيه، فانا هنا مش لاقي الصفحه الشخصيه، فلما ضغطت هنا على الصوره بتاعتي انا هنا ظهرت لي الصفحه الشخصيه. ماشي، ما هي كده ما فيش مشكله، عادي هي موجوده، ده مش معناه ان هي مش موجوده، معناه موجوده كل حاجه، بس من الافضل ان هي تكون موجوده في الترس هنا. فانا لما افتح على الترس، لما هنا كده افتح الترس كده الاقي الصفحه الشخصيه، وبرده لو ضغطت على الصوره هنا هتوصلني للصفحه الشخصيه بتاعتي اللي هي برده بالشكل ده كده. فهرجع بقى للصفحه الرئيسيه تاني، زي كلمه الصفحه الرئيسيه كده. ما هو الصفحه الرئيسيه هنا موجوده هنا هيت، وون جروب برده اللوجو، يعني لو انا ضغطت هنا، لو انا ضغطت هنا في اللوجو هتيجي، وضغطت في الصفحه الرئيسيه هتيجي برضه، يعني ضغطت هنا هتيجي صفحه رئيسيه وهنا صفحه رئيسيه. تمام، ده بالنسبه للترس هنا كده. يبقى اول حاجه هنا محتاجين اضافه الصفحه الشخصيه، كلمه الصفحه الشخصيه، مش هنكتفي بالضغط هنا توديني للصفحه الشخصيه. خلاص، اروح بقى للصفحه الرئيسيه تاني. في ايه تاني المفروض ينضاف هنا في الترس هنا؟ في الصفحه اللي هي الصفحه بتاعه تواصل القسم، ما هيش موجوده اصلا، يعني انا ما اعرفش اوصل لها. يعني بمعنى لو انا ضغطت على الصفحه الشخصيه اللي هي دي، اللي هو انا ضغطت هنا اهوت على الصوره بتاعتي اللي هي الصفحه الشخصيه، ورحت على حاجه اسمها تواصل القسم، هضغط هنا مش هلاقي اي حاجه. فانا هنا في تواصل القسم مش هلاقي حاجه، لا انا هعرف اضيف بوست ولا انا هعرف اشوف البوستات اللي هي في تواصل القسم نفسه. فاللي هيحصل هنا ايه؟ هضيف، يعني حضرتك هتضيف، هرجع هنا بقى للوجو تاني او للصفحه الرئيسيه، هتضيف هنا في الترس الصفحه بتاعت
تواصل القسم اللي هي موجودة عندنا هنا. ده اللي هو الرسم المبدئي اللي انا مديه لحضرتك من زمان. فخليني بس ادور كده بس ثواني على الصفحة بتاعت مؤدي الخدمة. ايوه اللي هي صفحة مؤدي الخدمة هي دي. لا الصفحة اللي هي ثواني بس صفحة معلش بس عشان في بتاع رسم بطيء شوية. صفحة ايه راحت فين؟ ايوه صفحة القسم اهي الصفحة اللي هي على اليمين دي كده، اللي هي على اليمين دي كده اسمها صفحة القسم. صفحة القسم دي مش موجودة هنا، يعني انا لو دخلت هنا على الموقع مش هلاقيها هنا، مش هعرف اوصلها ازاي. انا لو دخلت هنا مثلا في الصفحة الرئيسية مفيش مكان لتواصل القسم، مش تواصل القسم، لصفحة القسم نفسها. هنا مش موجودة موضوع القسم. حتى لو انا لما دخلت هنا حتى برضو لقيت فعلا هنا تواصل القسم، بس فين القسم نفسه بقى؟ يعني فين القسم بقى انا عايز اضغط عليه واشوفه؟ فلما بضغط هنا ما بيدينيش اي حاجة هنا، ما بيدينيش لما كان بوست او غيره او اي حاجة هعملها. فانا كده الصفحة دي، الصفحة اللي هي صفحة القسم دي محتاج تكون موجودة في الترس هنا عشان برضو اعرف اوصل لها. اللي هي هتكون عبارة عن ايه صفحة القسم؟ اللي هي هتكون عبارة عن خدمات اللي هي دي، وتواصل اصحاب القسم، وهيكون في مكان هنا اضافة بوست جديد. الهدف منها تواصل اصحاب القسم في المهنة بتاعتهم، يعني بيتكلموا في كل قسم بيتكلم في المجال بتاعه، فهو عاوز يضيف بوست. البوست بقى ايه؟ سواء صورة، سواء لينك، سواء كتابة، سواء اي حاجة، المهم ان هو هيتواصلوا في تواصل اصحاب القسم هنا. فرجاء حضرتك تعمل لي صفحة القسم دي اللي هي بناء على خدمات وتواصل اصحاب القسم، هتحطها لي في الترس هنا بحيث اقدر اوصل لها، او يعني المستهل استخدم يقدر يوصل لها من هنا كده. تمام، دي كده بالنسبة لي، ده بالنسبة كده للجزء اللي هو اعلى الفلتر.